هذه الحلقة سنتكلم عن الخوخ، فاكهة الخوخ التي يعلمها الناس، يعني أنها فاكهة تتخمج بسرعة، يعني قابلة للفساد بسرعة، أن إذا ما تركت في مكان ما لمدة يوم أو يومين يخرج منها ماء ثم تجمع بعض الحشرات مثل الناموس وأشياء هكذا. وهذه كذلك علامة جيدة في هذه المكونات، لأن كلما كانت المادة طبيعية كلما كانت تتفاعل بسرعة وكذلك تجلب إليها هذه الكائنات، يعني هذه الحشرات. الخوخ، يعني بعض الأشخاص يعني الآن يقتنعون بمقولة قديمة جدا، وهي مقولة لا أساس لها من العلم ولا أساس لها من الصحة، أن المغاربة يعني كانوا كيقولوا كوكا الخوخ إذا ويكون داوى راسو. هذا خطأ كبير جدا، ويجب يعني أن يمحى وأن يمسح يعني من عقول الناس. الخوخ يعني كما قلت يلاحظ الناس على أنه قابل للفساد بسرعة. لماذا؟ لأن فيه أنزيمات، وهذه الأنزيمات هي التي يعني الآن كما قلت يعني تنقص في النظام الغذائي الحديث، لأن الأنزيمات هي تقوي الجسم والجسم يحيا بهذه الأنزيمات، يعني هي التي تجعل المفاعلات الكيماوية داخل الجسم تعطي مفعولها وتعطي مردودية كبيرة، إما من حيث التحلل أو من حيث التمثيل كذلك، لأن هناك يعني أنابوليزم كاتابوليزم، يعني تحلل المواد التي يأخذها الجسم من الطبيعة ثم إعادة التمثيل للمواد التي يحتاجها، اللي هي مثلا المضادات، اللي هي تكوين الجسم، اللي هي الأشياء التي بروتينات الجسم يعني عموما. فيعني هذا الخوخ يشترك مع الفواكه الطرية في الفيتامين A والفيتامين C، وكذلك ارتفاع نسبة البوتاسيوم في أملاح أخرى مثل الحديد والكالسيوم فوسفور، يعني المانغانوس والمغنيسيوم. طبعا المغنيسيوم هو قوي في هذه الفواكه كلها، لا الطرية ولا الجافة، يعني مصدر جيد يعني من المغنيسيوم. وهذه الفواكه يعني كلها تشترك في هذه الأملاح، لكي لا نكرر نفس الأشياء. يعني المانغانوس يعني كين نحاس يعني بنسب مرتفعة، مثلا يوجد مثلا في الإجاز أكثر من الفواكه الأخرى، وسنرى أنه سيوجد كذلك في التين طري، وسيوجد في العناب طري كذلك يعني بنسبة جيدة. فهذه الكوبالت كذلك في بعض الفواكه، لأن الكوبالت كذلك يعني تعمل داخل الجسم، من هي مكون كذلك الفيتامين بي سيانوكوبالامين، هذه الكوبالت. فيعني الخوخ يعني يشترك مع الفواكه الطرية في الأملاح المعدنية، ونسبة البوتاسيوم مرتفعة كذلك، لأن كما هي في جميع يعني الفواكه الطرية سيكون تيل الهندي يعني أكثر منهم في حيث البوتاسيوم، لأنه هو أقوى من الفواكه كلها من حيث تركيب، ولكن نسبة البوتاسيوم في الفواكه عموما، الفواكه الطرية هذه عموما هي مرتفعة. الفيتامين A والفيتامين C يعني ليست الحوامض فقط، إنما كل الفواكه الطرية الحامضة فيها فيتامين C، والفيتامين C قوي، لأن قلنا بأنه من المضادات الأكسدة، وأنه يسخن الجسم وأنه يدخل في الاستقلاب كذلك. والفيتامين C يحفظ، يزيد في المناعة، يحفظ الجسم من كثير من الأمراض، ويحفز هذه المناعة يعني ضد الجراثيم وضد التعفنات وضد هذه الأمراض الأخرى. يعني إذا اجتمع الفيتامين E مع الفيتامين C فهي فيتامينات مضادة للأكسدة، والفيتامين A هو يعني عنصر الكاروتين داخل التم، لأن كل الفواكه التي لديها لون أصفر ولون برتقالية فيها البيتا كاروتين، والبيتا كاروتين مضاد للأكسدة وهو البرو فيتامين A، ولكن توجد الفيتامين A على شكل جاهز، يعني برو فيتامين وكذلك فيتامين. مضادات الأكسدة في الخوخ هي يعني مرتفعة جدا ومتنوعة، يعني عجيب أنه يأخذ الكروتين، والكروتين تكلمنا عنه في البابايا، يعني هو يعني فلافونويد يوجد في البابايا يعني بنسبة جيدة. الكروتين قد نجده في كثير من المواد، ولكن الخوخ هو مصدر الكروتين ومصدر اللوتين، واللوتين يوجد في بعض القطاني مثل يعني البازيلاء، يعني تكلمنا عن هذا يعني هذا اللوتين، ويوجد في كثير من الفواكه ومن الخضر كذلك التي لها لون يعني لون أصفر ولون يعني برتقال. يعني الكروتين والليتين إلى جانب الزيكزانثين مع الكلوروجينيك أسيد، يعني هو يريت مع يعني التفاح حمض الكلوروجينيك، لأن حمض الكلوروجينيك يوجد في التفاح ويوجد كذلك في الرمان يعني بنسبة مرتفعة. فهذه المكونات كما قلت هي متنوعة وكذلك بنسب جيدة. إذا اجتمعت الكروتين مع الليتين مع الزيكزانثين مع الزيزانتين، هذه الزيزانتين هي يعني مكون قوي جدا، يعني معروف جدا، هو يعمل داخل الجسم يعني في المفاعلات التي تحتاج إلى الزانتين هذه، وهذا معروف يعني من حيث يعني تسممات الجسم ومن حيث كذلك تقوية مناعة الجسم أو التخلص من هذه المواد السامة اللي هي الجذور الحرة. الزيزانتين مع الكلوروجينيك أسيد مع البيتا كاروتين كذلك نسبة كبيرة من البيتا كاروتين، لأن كل الفواكه قلنا التي لها لون هي فيها البيتا كاروتين.
مع الكروتين مع اللوتين، فهذه لائحة جيدة يعني من هذه المضادات الأكسدة. ثم يبقى مكون آخر لا يوجد بكثرة يعني في الطبيعة، ويوجد في الفواكه التي لها لون أحمر يعني مثل الفراولة ومثل العنب، يعني وهي خاصة بالعنب. هذه اللايكوبين والريزفيراترول توجد في الطماطم والبطيخ الأحمر، يعني الفواكه والخضر التي لها لون أحمر. هي يعني أول مصدر اللايكوبين هو الطماطم والبطيخ الأحمر اللي نسميه في الدارجة الدلاع الفرنسية باستيك، وبالأنجليزية الواترميلون. فهذا يعني هذه الأشياء، هذه اللايكوبين معروفة جدا على أنها مضاد للأكسدة، ونقول مضاد للأكسدة مضاد للسرطانات ومضاد للتأكسدات الداخلية، ليس سرطان فقط إنما التآكلات والتخريب على مستوى يعني هذا الأنسجة الداخلية أو الخلايا الداخلية. يعني يشترك مع يعني هذا مع البطيخ الأحمر في اللايكوبين، يشترك مع البابايا في الكروتين، يشترك مع التفاح والرمان في الكلوروجينيك أسيد، ثم زيزونتين التي توجد في بعض الخضر مثل يعني القطاني الطرية. ونضيف إلى هذا يعني هذه المكونات هذه حمضيات العضوية التي توجد في كل الفواكه الطرية اللي هي السيتريك أسيد أو الماليك أسيد، يعني بعض الفواكه فيها الماليك أسيد، لكن الخوخ فيه سيتريك أسيد تقريبا بنفس يعني المستوى الذي يوجد في يعني في الحوامض، وبنفس المستوى الذي يوجد مثلا في بعض انواع البرقوق مثل البرقوق الابيض. والسيتريك اسيد هو حمض له دور داخل الجسم، لان ما نساوش بان يعني السيترايت هو يعني حلقه كريبس هي حلقه سيترايت، يعني كل يعلم هذه الاشياء هذه. والأشياء التي يكون فيها قوة أنزيمية يعني الأنزيمات هذه التي يحتاج الجسم، ويكون فيها بوتاسيوم يعني أملاح معدنية مع بوتاسيوم على الخصوص، يعني بوتاسيوم من جملة الأملاح وكالسيوم والأملاح الأخرى، ثم يكون فيها الفيتامين سي والفيتامين اي والمضادات الأكسدة، هذه المادة تكون حافظة للجسم من التحمض الدم. ونحن نعلم مشكل يعني هذا تحمض الدم يعني الآن أصبح يعني معضلة، يعني الأسيدوزيس، والأسيدوزيس هي التي تمهد لكثير من الأمراض في الجسم. لما يصاب الجسم بالأسيدوزيس يعني هذا الجسم وكأنه يتوقف، يعني وأنه مفاعلة الكيماوية تكاد تكون تتوقف. لماذا؟ لأن هذه النفايات الدائبة في الدم اللي هي النفايات الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون ومثل بعد يعني عموما ثاني أكسيد الكربون هما يعتبر من يعني الكمية التي تمثل النفايات الغازية، وهذه النفايات الغازية يجب أن ترمى، يعني هي تكون في الدم ثم ترمى على مستوى الكلية، يجب أن تخرج من الجسم مع البول شرف الله قدر المشاهدين الكرام. فلما يعني تتراكم هذه المادة ثاني أكسيد الكربون لما يتراكم في 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 الدم، وهذا الطلبة الذين درسوا يعني كيمياء يعلمون أن CO2 plus H2O كتعطينا حمض الكربونيك، يعني H2CO3 يعني هذه الحمض الكربونيك، يعني ثاني أكسيد الكربون مع الماء، الماء الموجود في الدم طبعا يعطي حمض الكربونيك، وحمض الكربونيك هو الذي يخفض pH الدم يعني حموضة الدم، فيعني من 7.3 إلى 7 أو 6.9، هذا ما نسميه الأسيدوزيس أو تحمض الدم. فلما يصل هذا الـ pH لـ7 أو أقل من 7 فلا يكون هناك تبادل، بمعنى الجسم لا يخرج ثاني أكسيد الكربون لأنه يتراكم، ثم أنه لا يأخذ أكسيجين، بمعنى أن الجسم يختنق. ولذلك أن هذه الأسيدوزيس يجب أن ينتبه إليها الناس، لأن هي ممكن أن تسفر على كثير من الـ من الـ من الأخلال داخل الجسم، يعني على مستوى الكلية وعلى مستوى القلب وعلى مستوى الشرايين على مستوى الأعضاء الأخرى، لأن يجب أن ترمى هذه النفايات. إذا لم يكن هناك تبادل، إذا لم يصل الأكسجين إلى الميتوكوندريا داخل الخلايا فسيكون هناك مشكل، إذا لم يصل الأكسجين إلى خلايا الدماغ أو إلى خلايا العظام فسيكون هناك مشكل، لأن هذا الأمر معروف جدا. ويعني سبحان الله أن كل الأشياء الحامضة في الطبيعة اللي هي الفواكه أنها تزيل حموضة الدم، وأن كل الأشياء يعني القاعدية، الأشياء التي عندها تعطي pH مرتفع، الأشياء القاعدية اللي هي بروتينات واللي هي سكريات واللي هي أشياء، هذه هي التي تسبب حموضة الدم. يعني الأشياء اللي عندها pH مرتفع تسبب حموضة الدم، والفواكه اللي عندها حموضة أقل من 4، هناك فواكه عندهم حموض 4 مثل الليمون، يعني مثل هذا الحامض يعني الليمون الحامض أو فرنسية سيترون الإنجليزية ليمون،
فهذه ربما يعني تصل إلى 3.6 و 3.4 حموضة. وكل الفواكه هي حامضة بطبيعتها، هي حامضة يعني المذاق حامض، أن الـ pH أو الحموضة هي تنزل على 6 يعني أقل من 6، وهناك فواكه عند pH 4 أو 4.5 يعني 4.5. وهذه الفواكه الحامضة أو اللي عندها pH يعني منخفض هي التي تحفظ الجسم من الأسيدوزيس، يعني عكس تمام. ثم المواد التي تسفر على ارتفاع الـ pH لأنها بروتينات مثلا، لماذا البروتينات يعني ترفع الـ pH؟ لأنها تحرر الأمونيا، والأمونيا طبعا هو يعني مكون قاعدي يعني هو كيطلع الـ pH، وكذلك اللحوم والحليب والسكر بعض المواد المصنعة، هذه هي التي تتسبب في الأسيدوزيس. أما الفواكه وبعض الخضار الحامضة كذلك، يعني الخضر والفواكه وكل خشاش الأرض وزيت الزيتون وأشياء كثيرة، هذه تحفظ الجسم يعني من الأسيدوزيس. والخوخ يدخل في هذا يعني في هذا النطاق، لأنه في نسبة الماء مرتفعة، في أملاح معدنية ونسبة بوتاسيوم مرتفعة، لأن أشخاص اللي كيكثروا من الخوخ قدروا يعملوا إسهال. يعني لماذا؟ لأن هذه الأملاح مع الماء هي التي تعطي هذا الإسهال، إسهال جيد، إسهال بارد، لأنه يدخل في نطاق كلينز، يدخل في نطاق يعني غسل الجسم. ثم يلاحظ الناس على أن الأطفال الصغار على الخصوص لما يتناولون هذه الفواكه يعني الخوخ والمشمش مرقوق الشاي بكثرة، أنهم يعملون إسهال، يعني وربما يكون إسهال فظيع في كثير من الأحيان. فيعني يجب أن لا يكثروا من هذه الفواكه، لأن كمية الأملاح وكمية الماء هي كيف ما كان الحال، الأطفال يأخذوا حبة ولا اثنين يعني من المشمش، ولا حبة ولا اثنين من حبة خوخ وحبة تفاح كافية، يعني نصف حبة كافية يعني لهذا للأطفال. فهذا الخوخ هو يعني يعني يجب أن يعلم الناس أنه من الفواكه القوية، وأن يعني استهلاك الخوخ مع الأسف يكون يعني بنسبة بالمقارنة مع الفواكه الأخرى ونسبة قليلة وضعيفة جدا، لأن يعني الناس يستهلكون كثير من التفاح وكثير من الموز وكذلك الحوامض، يستهلكون الفواكه التي موسمية حل المشمش لأنها تظهر في وقت معين، مثل البشملة، مثل يعني البشملة عليا، كلمة بشملة هي لوكويت إن إنجليش، ونسميها في المغرب هي الزعرور، نسميه المزاح هكذا يعني اسم هذا المزاح. ثم التوت يعني هذا البري، وكذلك يعني هذا التوت العادي من الفراولة، ثم بعض يعني الفواكه الأخرى. كل هذه الفواكه يعني تظهر في موسم معين، هي لا تبقى لمدة طويلة، ولذلك أن يجب أن تستهلك في موسمها وتستهلك لما تظهر يعني بكمية معقولة. يعني هذا الخوخ المغرب عندنا جوج الأنواع، المغاربة كيعرفوا بأن الخوخ الرومي والخوخ البلدي، فيعني هو عكس تماما الخوخ اللي كان من قبل ما كانش يوصل السوق لأنه يتخمج بسرعة، يعني يسيل منه ماء ويتخمج بسرعة، ما كانش الناس يعني يقدروا حتى يعني الباعة ما كانوش يقدروا يعني يغامروا باش ياخذوه. ولكن الآن عندنا أنواع يعني جيدة عبر العالم، ليس في المغرب فقط، من الخوخ بيتشز هذو، وممكن أن يستهلكهم الناس يعني لما تظهر هذه الفاكهة إن شاء الله يكون خير. ولكن أن تستهلك، لأن كثير من الناس الآن يفضلون عصائر بالحليب ويطحنون هذه الفواكه مع بعض السوائل آخره، من الأحسن أن تستهلك هذه الفائهة، أن تغسل جيدا، أن تزال هذه البقع التي تظهر يعني غير طبيعية على الفاكهة، تزال بسكين وتغسل جيدا ثم تستهلك، يعني هذا هو الطريقة الصحيحة، أو تقطعها تستهلك على شكل يعني سلطة فواكه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.